وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما أحل الله سبحانه وتعالى حل لكم ودعوا ما حرم عليكم. ومعنى أجملوا في الطلب كما ذكر العلماء أن تطلبوه بالطريقة الصحيحة بدون طمع، بدون ما تدخلون الحرام، السرقة والكذب والرشوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يرزق الناس كما يرزق الطير. شوف الطير هذه اللي في السماء، غير أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن الطير تعمل وتسعى في طلب الرزق، يعني أحسن عن بعض البشر. فقال: تغدو، يعني تروح وتي. فنحن نتعلم من هذا الطير أن نفعل السبب. فكذلك الإنسان عليه أن يعمل ويطلب الرزق ويجيب الرزق اللي قدره الله. الله سبحانه وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.